نسيت السالفه. هي السالفه وش؟ تعال يا عند الوالد يبا تدعس. اي عشان البطوله تكتبين اعلم بالسالفه هذه عشان البطوله تمس. المهم البطوله كلام كل دعستها الحجره انت مالك اليوم دفيتك. اي بطوله مش فلو هو هي كانت بغت تقرصني بس انت ايش سويت؟ قرصتني كذا والله العظيم انا عقرب بغت تقرصني قسم بالله بس انا انقذني بيض الله وجهه صراحه تشكر على هذا المشاركه. ما كانت بتجيب لي نكبه قسم بالله نجيب لي نكبه. ما نبيد الوكيل. خلني ساكت لان اجيب العيد انا دايم عشان كذا خلني ساكت وبس. لا فيها نكبه قسم بالله فيها نكبه وخلني ساكت لاني انا والله بديت اجيب العيد عشان كذا خلوني اروح الربع خلاص ما قصرنا سولفنا وانبسطنا والساعه كذا اربع ما عاد الا الصلاه واليوم جمعه خلاص خلكم ترقدون اللي يرقد يقوم يصلي الجمعه هو ما وين وكيل والله ما عاد يجيب وكيل نبي مليون والله مليون وانتم معي اتوقع ما انتم جايبينها لان كل وصلت 500 الف طلعت جبت العيد فيكم والله انكم صادقين الشروق يبي له بث والله مسفر كم بين الصلاه والشروق؟ 40 دقيقة بين الصلاه والشروق 40 دقيقة تشرق الشمس ابشروا بالساعة تم خلاص بنقيس لين تشرق الشمس صبح جمعة وقفت 40 دقيقة روح ارقد ايش يجيبك؟ لا ماني فاتح بعد الصلاة بخلي البث مفتوح وراح اصلي بعود واقعية واقعية هي واقعية ما فيه صلي واقعي خل بيض الله وجيكم صراحه اللي تكبسون بيض الله وجيكم اللي دعمتوا بالله تكفون اكتبوا لي اسامي اللي دعموا قبل شوي يا مين وعز اللهم صل وسلم على النبي صلوا على النبي. في سالفه انا كان بقولها سالفة طرت علي بس نسيت حلوة والله بس نسيت أنسى أنا مش كنت أنسى بالله دقيقة جيت صح مرحبا جاني سكالا غير العرض وش العرض وش اغير وش العرض تبغى نغير اي سالفة الداب سالفة خبرها يما حلف الحين خلوها بعد الصلاة سالفة الداب بعد الصلاة صورة العرض كيف اغيرها؟ شوفوا عشان اكون معكم صريح واكون مع يعني واكون معكم جاد، شفتوا الصور هذه والله لاني بعرف اغير اللي غيرها لي بروب الدعم اللي في السناب والتويتر وذي والله انه اللي غيرها، والله لاني بعرف اغير ان شفتوا ابداع ترى منهم، انا والله ترى اذن باقي 4 دقائق اخوان ايش فيكم؟ اما اقرب وجهك بعد الصلاه نبي قستات تكفى كيف قستات بعدين اللي يقول تعال سبيس يا اخوان ترى والله ماني بعرف انا انشب ادخل وانشب ذاك اليوم انقذني الله بتركي لانه دخل سبيس ما ادري ايش اللي دخله اذن والله ماني بعرف سبيس ماني بعرف ابتلشت اقسم بالله اني ابتلشت ما عاد ادري هو ياخذ يمين ولا ابو سلطان ابتلش اصلا ابو سلطان تحسف انه دخل معي لانه هو اللي علمني يمين واللي يقرا لي التعليقات ابتلش معي مش فل تعرف سبيس؟ لا ما لا يعرف سبيس ولا يعرف شيء
ما اعرف انا شيء، والله ما اعرف شيء. اخوي ما علي في البرامج، ترى على فكره ترى جاكو والله ما حملت الا قبل البرنامج يمكن شهر، او تويتر ما حملت الا في البرنامج، والسناب والله العظيم ما زينت الا في البرنامج بعد، قسم بالله انا في البرنامج بدايه البرنامج انا حطيت السناب، يعني ترى كلها ما اعرف، اقسم بالله العظيم. بعدين ترى شفت ترى عايشه من اول كذا عن جهيه، اعيش اليوم وبكره على الله. لا عندي سناب قديم، بس السناب هذا حطيته القناة. وش عندك زمان؟ ما عندي الا سناب، سناب واتساب بس، هذا اللي عندي فقط لا غير. كيف؟ اصلا انتم تدرون اني قبل البرنامج اصلا ما انزل ولا سنابات ولا شيء، خاطي سناب انزله. السعود انسحب، يا اخي الله يوفقنا وياه. وش عندها انت تبيني اسال وش عندها انسحب؟ ليش السعود انسحب؟ يلا، ليش السعود انسحب؟ علمونا ليش السعود انسحب؟ يلا، كلنا نبي نعرف ليش السعود انسحب، كلكم كلكم اكتبوا ليش السعود انسحب؟ كلكم اكتبوا ليش السعود انسحب؟ ابيكم تكتبون كلكم ليش السعود انسحب؟ عادي عادي، حتى لو كذبه، حتى لو كذبه، ليش السعود انسحب؟ ليش؟ اي كلكم ليش 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 السعود انسحب؟ ليش؟ ليش السعود انسحب؟ ليش؟ يلا نبي ندري الحين، يلا ها. خلاص ما طيب ما لقينا جواب. ليش هذا هو هذا ما انسحب هذا ما انسحب هذا ما انسحب هذا ما انسحب. دقيقة 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 يلا عشان نشوف ليش انسحب. يلا خلك ما قلت سويت شيء لكم. يلا هذا المنبر، يلا انا اعذر منكم جميع واتمنى اني ما قلت سويت شيء لكم، وهذا المرة من ذا المكان على انسحاب من البرنامج على بكم من مرة. بس هذا شوف ليه؟ وش جاب الشيخ فلاح؟ سندي شيء؟ لا مو معهم الشيخ فلاح. إذا الشيخ فلاح معهم فهو اللي مغري ينسحب. خلاص شفنا أن سعود انسحب. اما خريع رجاه شيخ الله يجعله في فلاح بكايه. الشيخ رجع خريع شيخ الله يجعله في فلاح بكايه. عليكم 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 طول الله ياكل عمرك. مرحبا يا مامبا بعد الدنيا شيخ الله يجعله في فلاح. أزيله يرجع ينبسط ويستانس. الشيخ خريع ميم ظهر ما سوى شيء. الشيخ اخرع ميم ظهر عند محل الشاهي واذاني خرع عنده والله لا سوى شيء ولا خلي يرجع الشيخ اخرع. سعود ينسحب من البرنامج والجمهور غاضب من الشيخ فلاح الذي وصفه بال او جهول ليه؟ عشان يعني قال بكايا ظهر رجال سعود ما يزعل يا رجال. ممكن ما قال سعود خاطره وسيء. سعود يجيه من الكلام الله عليه مسوي لنا نضحك انا وياه ما يزعل. قوم صل صح قوم قوم توضى قوم توضى خلاص وش جاهز؟ على وضوء من صلاه العشاء متسنن الساعه 2 الساعه 2 وانا في العرج نحذر وندفن والهواء فقع راسنا قبل تجي قوم قوم توضى ثاني مره عادي قوم توضى جدد ازين لك والله نطعفني ازين صلي لهم اخر يغطى الاخيره
يا رجال قوم انزل لكم تور. انا لعبان يا حجر رقم قص مليتي واظن ولا انت؟ لا 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 صح انت لا تتوضا صح. تتوضا في الفيلم. يلا يلا راح توضا. مسفر لا خليني اسولف مع احمد مسفر. شوفوا اذا سولف معكم مسفر لمده دقيقتين اسمع اذا سولف معكم لمده دقيقتين ترى بحط سحب على جوال ايفون. يلا بس خليه يسولف معكم دقيقتين بس. يقولوا وجهك في الباب اصلا. خلوه بس يسولف دقيقتين بس. ينادونك يا مسفر، مسفر تعال. حق الصلاه. حق الصلاه؟ اذا الحين بتكون توضا. سلام. راح يتوضا. نقفل وبعدين نفتح بعد الصلاه ولا نصلي عشان ما يروح التكبيس. لا قفلنا راح التكبيس. هاي يلا انا بقوم اتوضا بصلي وانتم كبسوا. هنا وايد يعبي ماء. ناخذ اي لفه. قدرت اتوضا سمعت صوت. ناخذ اي لفه. قدرت اتوضا سمعت صوت. خلنا نقرب لك. سلام مرحب. الله حيه. دقيقة دقيقة لا تشغل. ناخذ لفة على الوايت. ها؟ ما يشتغل لو بدك تلفة. خلاص يلا. سامح لي اخذ لفة. عندي طبيعي يروح. بيض الله وجهك. الله يطول عمرك. بديور الحين بس انا كيف الله يا النور خلاص برجع برجع ما اخوي انا مو بودينا بر يا ابن الحلال انا استراحتي في 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 بر مو بودينا بر برجع برجع الحين الاستراحة الله والله اني ما ادري ايش الوضع Thank you.
وش تلي انطلق هنا لين انطلق ما عاد وش ذا وش ذا الصوت خلاص بيض على وجهك تعلم بقوايتك تعلم بقوايتك بيض على وجهك بحول 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 كيف احول انا بترشت الحين انا كويس طوله طوله قلم لا تطيح لا لا ما نطيح بيض الله وجهي عطانا لفه جزاه الله خير يا اخي انا راح اتوضا اتوضا وصل لي دقيقه كبسوا كبسوا عجلوا بالتكبيس دقيقه بجيكم ليش ما صليتوا؟ موجودين كلكم ليش ما صليتوا؟ انتظركم تصلون المهم باقي مثلا عندنا الدعوه مهيب على كذا انا لازم نروح للي عندي يقول انا ما رقدت من البارح وابي اربط وكذا عشان كذا لازمني اقفل البث اوديه كذا بارجع عند الصلاه يا رجال مشان عشان كذا لازم اني بوديه تعي والله بقرا ذكر ما مشكله بس عشان احب اتعلمكم انه يقول ابي ابي اوديه باقي لي ساعه ونص تمني 24 ساعه باقي ساعه ونص وين انا في الصلاه على العموم بيض الله وجيهكم والله لا يهينكم وابشروا بالعوض ونستودعكم الله اي صدق بيض الله وجيهكم اللي دعمتوا والله اني طلعت ما قرأت اساميكم لكن عاد بيض الله وجهكم اللي دعمتوا وبيض الله وجهكم اللي كبستوا ونستودعكم الله التي لا تضيع ودائعها اليوم جمعه صلوا على النبي النبي عشان نحضر صلاه الجمعه جلسنا الساعه 8:09 ما عاد صلينا عشان كذا نبي صلاه الجمعه ودعناكم الله التي لا تضيع ودائعها